مساء الخير، انا اسمي سميره حسن، بريزنتر لشركه كازل دنيز. في البدايه احنا مبسوطين جدا ان احنا في معرض كبير زي معرض كازل دنيز. سوري ايديو جيت. في البدايه خليني اعرفكم عن شركتنا. احنا شركه استشارات تعليميه وخدمات طلابيه، احنا فرع القاهره. النهارده معانا باشمهندس محمود، حاصل على منحه وكاله الامريكيه للتنميه الدوليه. هيعرفكم اكتر عن شركتنا. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. عايز اعرف بس كده في الاول، كم واحد عايز يسافر يدرس بره مصر؟ اللي عايز يسافر يدرس بره مصر كده يرفع ايده. طب ايه فايده ان انا اسافر ادرس بره مصر؟ اول حاجه انت بتتعرف على ثقافات مختلفه، بتدرس في جامعات متقدمه، معامل متقدمه، بتدرس تخصصات ممكن ما تكونش موجوده في دولتك، فدي كلها فوائد للسفر للدراسه بره مصر. زائد انك بتتعرف على ناس جديده، بتفتح لك مجالات شغل جديده، وده كله بيفيدك في حياتك العمليه والدراسيه، وبيفتح لك مجالات اكتر بعد كده. زائد انك بتعمل كونكشنز مع ناس من دول مختلفه، وبتتعلم لغات جديده، وده كله بيفيدك لما تيجي تتخرج، انك مش عايش في كوميونيتي لوكال بس زي مصر، هم اصحابك بس اللي تعرفهم، لا، انت هتبقى بتعرف ناس من دول كتير مختلفه. ممكن يكون حد مستغرب ايه البلالين اللي معايا دي، بس دي هتبقى مفاجآت وسحب ومنح هنعلن عنها في اخر التوك باذن الله. ودلوقتي خلونا نبدا. احنا مين؟ احنا مجموعه كيزل دنيز. احنا شركه تركيه الاصل، ليها فروع كتير. الفرع الاصلي الهيد كوارتر في تركيا، زاد ان لينا فرع في القاهره ومقدونيا وايران، زاد ان لينا شركاء تقريبا في الوطن العربي كله، في لبنان، في تونس، في الجزائر، في عمان، في فلسطين كمان لينا شريك هناك. بنقدم خدمات استشاريه للطلبه. قد ايه مننا كطلبه لسه بيبقى متخرج، مش عارف احدد مجال دراستي، مش عارف اختار مجال ايه، اروح ادرس فين، ادرس ايه، مش عارف انا ممكن امشي في مجال معين 4 سنين ادرسه وبعد كده الاقي ان المجال ده مش هو اللي انا حابه، مش هو اللي انا عايزه. فاحنا بنقدم خدمات استشاريه للطلبه بعد الثانويه العامه عشان نساعدهم ان هم يقدروا يحددوا الكارير اللي عايزين يمشوا فيه. زائد ان احنا بنوفر لهم منح جزئيه وخصومات كبيره على التقديم لدول كتير زي تركيا وايطاليا ولبنان وتونس ومعظم الدول العربيه. زائد ان احنا عندنا شركات مساهمه كتير معانا في الدول اللي بنودي لها. زائد ان احنا بندي خصومات كبيره جدا على الامتحانات بتاعه اللغه والامتحانات بتاعه القبول زي امتحان اليوس، وده امتحان اساسي جدا لاي حد عايز يسافر يدرس في تركيا، وده شائع جدا لان في طلبه مصريين كتير بيروحوا يدرسوا في تركيا نظرا لتشابه الثقافه ما بيننا كمجتمع شرقي وما بين ثقافه دوله زي تركيا. زائد ان الدراسه فيها مش معتمده قوي على المجموع زي مصر، انت لو جبت فوق 90% فانت تدخل طب وهندسه، اقل من كده ما تدخلش. لا طبعا، حاجه زي تركيا بتبدا مثلا الطب فيها من 60%. طب احنا بنقدم منح جزئيه فين؟ بنقدم في تركيا وايطاليا منح توصل بخصم يوصل لحد من 50 و70% كمان، وبنقدم منح في اذربيجان وجورجيا ومقدونيا. كل ده طبعا في تخصصات زي الطب والصيدله والاسنان، وفي الدول دي الدراسه فيها بعض الدول بتبقى الدراسه باللغه الانجليزيه عادي. يعني مثلا في اذربيجان انت عندك اوبشنز كتير، ممكن تدرس باللغه الانجليزيه، باللغه الازريه اللي هي لغتهم، وباللغه التركيه. وبرضه في مقدونيا تقدر تدرس باللغه الانجليزيه. طب في تركيا وايطاليا ايه التخصصات اللي بنقدمها؟ بنقدم العلاج الطبيعي وكل تخصصات الهندسه، بنقدم فيهم كلهم منح ما عدا هندسه الطيران بس، موجوده متواجده بس ما بيبقاش عليها منح. وطبعا في الدولتين دول احنا بنقدم منح بتوصل ل 50 و70%. طب احنا ايه خدماتنا؟ احنا بنزود الطلبه بالمعلومات اللي هم عايزينها عن طريق استشارات وكونسلتنتس عندنا في الشركه، بتتواصل بينا في اي وقت، بنخلي كونسلتنت يتكلم معاك يحدد لك طريقك بناء على انت بتحب ايه، عايز تكمل في ايه، عايز تشتغل في ايه بعد كده. زائد ان احنا بنقدم لهم منح جزئيه ومعلومات عن المنح دي وايه اللي هم محتاجين يعرفوه عشان ياخدوا منح جزئيه، واحنا بنساعدهم وبنجيب لهم المنح الجزئيه دي. زائد ان احنا بنأمن لهم
دورات وامتحانات اللي هي اللازمة للقبول في الدول دي، زي امتحان اليوس. انت لازم عشان تعمل امتحان زي ده، ده امتحان من البريكويستس في تركيا، فعشان تعمل الامتحان ده لازم تسافر تركيا عشان تعمل الامتحان ده. لكن احنا في كيزل دينيز بنوفر الامتحان ده هنا في القاهرة، بتاخده هنا وكمان فري، كل الفيس بتاعته بتبقى على الكيزل دينيز عندنا. ده زائد ان احنا بنضمن باذن الله نسبه كبيره قوي في القبول في الامتحان ده. زائد بقى في نقطه مهمه جدا، ان احنا بنستقبل الطلبه في المطارات، عندنا تيم في كل دوله بيستقبل الطلبه بتاعتنا في المطارات، بيوديهم السكن، بيشوف لو عندهم اي مشاكل. ما بناخدش الطالب، احنا مش طرف ثالث في الموضوع ما بين الجامعه وما بين الطالب، لا، احنا بنبقى مع الطالب لو حصل اي مشكله اي حاجه، بيلاقي في اي دوله من دول تيم كامل هو زي عيلته. وطبعا بنساعد الطلبه على ان هم يفهموا طريقه وقوانين العيش في الدول دي، لان مثلا في حاجات ممكن تكون عاديه هنا في دولتنا وفي ثقافتنا تكون ممنوعه في دوله تانية، وممكن القانون عندهم بيحاسب عليها. فاحنا بنفهم الطلبه الكلام ده كله، وده نموذج من اللي احنا بنعمله فعلا، ان احنا في كوميونيتي في كل دوله، ما فيش طالب بيروح بيحس ان هو منعزل عن العالم، لا. احنا يعني الصوره اللي قبل دي كان في طالب عنده عيد ميلاده، عملنا له عيد الميلاد بنحتفل بيه، بنخرج، دكتور احمد صاحب الشركه بيخرج مع الطلبه بيعمل معاهم اجتماعات اسبوعيه وشهريه عشان يناقش مشاكلهم. زائد ان احنا بنعمل مؤتمرات عشان نوعي الطلبه اكتر عن السفر للخارج والدراسه في الخارج وفوائده، وده نبذة منه في دول زي تنزانيا وسلطنة عمان والجزائر وتونس. طب احنا الستريمينج بتاعنا كان عامل ازاي؟ بدأنا ازاي؟ احنا بدأنا في 2016، في خلال سنة من 2016-2017 اتعاقدنا مع 11 دولة، دخلنا 61 طالب في فرع في 11 جامعة، لحد ما وصلنا لسنة 2017 بقينا متعاقدين مع اكتر من 100 جامعة على مستوى العالم، بنودي الطلبة فيهم بمنح جزئية وبنضمن لهم ان احنا نجيب لهم نسبة خصم على المنح دي. زائد ان في تركيا بالذات بما ان بنلاقي عليها الطلب كتير، فاحنا دلوقتي متعاقدين مع حوالي 48 جامعة في تركيا. ده التيم بتاعنا، ده اللي بيبين قد ايه احنا بنحاول نبني كوميونيتي في كل دولة بنروحها. فاحنا ده طبقناه في التيم عندنا، ان احنا التيم عندنا مش كله مصريين بس ولا اتراك بس، لا، احنا عندنا في التيم مصريين، تركيين، سوريين، ايرانيين، ناس من اذربيجان، مقدونيا، كل الدول، عشان اي طالب يروح اي دوله يحس ان في كوميونيتي هناك، في تيم متكون من دول كلهم. انت مصري وروح، لا، هتلاقي في التيم واحد مصري، واحد من اذربيجان. ده كله ليه؟ عشان لو حصل لك اي مشكله يبقى في سهوله في طريقه التواصل. حصل تعبت ولا حاجه، لا، في عندنا كوميونيتي مهتم بيك طول الوقت، وده اللي بيبين طبعا التيم بتاعنا والكوميونتي اللي بنحاول نبنيه طول الوقت، اذا كان في مصر او تركيا او ايطاليا او مقدونيا. نكست. ودي الدول طبعا اللي بنسفر لها منح، في تركيا، في ايطاليا، في مقدونيا، في اذربيجان، في طبعا معظم الدول العربيه، الاردن، تونس، عمان، فلسطين وغيرهم كتير طبعا. والهيد كوارتر بتاعنا هو في تركيا، ده المقر الرئيسي بتاعنا. الجامعات اللي احنا بنمثلها ونقدر نبعت ليها طلبه حوالين العالم، بس ده ما يمنع من دول موجوده، لا، ممكن تيجي تتكلم معانا ونحاول فيها ان احنا نشوف لك منحه جزئيه او نسفرك ليها. الجامعات دي فيها 34 في 34 جامعه في تركيا، 6 جامعات في البوسنه، 5 جامعات في الاردن، 10 جامعات في المانيا، 6 جامعات في مقدونيا، 10 جامعات في جورجيا، و10 جامعات في اذربيجان. كل الجامعات دي نقدر نسفر ليها طلبة، نوفر لهم امتحانات القبول، وفي بعضها بيبقى فري، وده طبعا كله بمجهودات كيزل دينيز جروب. وده التطور التمثيلي لمجموعة كيزل دينيز. احنا بدأنا زي ما قلت في 2017 ب 11 جامعة، وصلنا دلوقتي 2022 ب 100 جامعة حوالين العالم كله، في منهم 48 جامعة بس في تركيا. ودلوقتي مجموعة كيزل دينيز دي بعض الجامعات وبعض الطلبة اللي احنا بنصفرهم لتركيا، ودي بعض الجامعات اللي في تركيا.
ودي بعض الجامعات اللي بنسفرها في تركيا، جامعات عالية جدا، في كتير منها في اسطنبول. ودي بعض الجامعات في مقدونيا، جامعات طب في مقدونيا، واللي ما يعرفش مقدونيا فهو نظام الدراسة متطور جدا هناك، وفي معامل كويسة، دكاترة كويسة، شهادات معتمدة، وكل حاجة انتم محتاجينها. ودي نموذج عن الجامعات اللي في أذربيجان، زي ما قلنا هناك نظام الدراسة ممكن يكون باللغة الإنجليزية، اللغة التركية، اللغة الآذرية اللي هي اللغة الأم للدولة. طب احنا في مجموعة كيزل دنيز، لو عايز تتواصل معانا ونبدأ معاك الرحلة انك تسافر وتاخد خصم وتاخد منح جزئية، بتبدأ أول حاجة بتدخل على الويب سايت بتاعنا، بتملى استمارة تقديم مبدئي، بنبدأ نتواصل معاك، مستشار من الشركة بيتواصل معاك بيشوف انت عايز تدرس ايه. حتى لو انت مش عارف او مش عارف تحدد انت ايه مجال الدراسة المناسب بالنسبة لك، بنوفر لك كونسلتنت بيتكلم معاك، بيسمع لك، بيشوف ايه الحاجات المميزة فيه اللي تخليك مناسب لتخصص معين. التالت حاجة بترسل، بتبعت بعد كده بقى بعد ما اخترت التخصص او الجامعة اللي عايز تروح تدرس فيها، بتبعت لنا طبعا الورق بتاعك عشان نبدأ في مرحلة التقديم المبدئي. رابع حاجة بنحاول ان احنا نجيب لك قبول مبدئي من الجامعة دي عن طريق ان احنا بنقدم المستندات والورق اللي انت بعته لنا. خامس حاجة بعد ما جبنا لك قبول مبدئي بتبدأ تسدد الرسوم الدراسية المبدئية لحساب الجامعة، وما بتبقاش الفيس كلها، بتبقى رسوم مبدئية بس. سادس حاجة، انت كده خلاص بعد ما حجزت مكانك في الجامعة وتأكدت ان انا خلاص الجامعة دي اللي انا عايز ادرس فيها، عايز اكمل فيها، بتبدأ بقى تبعت الفيس كلها، وبنبدأ ان انت خلاص بتروح الجامعة وبيبقى ليك الكوميونتي هناك زي ما قلنا. وبعد كده بيتواصل معاك التيم من عندنا بحيث ان انت خلاص رحت الجامعة هتبدأ تشتغل هناك، التيم معاك طول الوقت، اي مشاكل اي حاجة بتتواصل بيهم. ودي بعض الجامعات برضو اللي في تركيا اللي تعاقدنا معاها مؤخرا، في منها في اسطنبول وفي منها في مدن كتير في تركيا. المفاجآت بقى، اول حاجة احنا هنقدم منحة كاملة غالبا هتكون في تركيا، ودي هتبقى الطالب واحد بس، ودي اول مفاجأة. تاني مفاجأة معانا وهو ان احنا هنضمن سكن فري تماما، هيكون على الشركة عندنا لمدة 3 شهور لطالب من الطلاب، دي تاني مفاجأة. وتالت مفاجأة معانا ان احنا عاملين خصم 50% على الفيز لكل الناس اللي حاضرة في المعرض، مش لطالب واحد بس، ودي تالت مفاجأة. رابع مفاجأة ان احنا الباكج عندنا باكج اسمها VIP باكج، الباكج دي احنا منزلينها فري برضو لطالب واحد، هتبقى من نصيبه بإذن الله. وخامس مفاجأة بقى ان احنا هيبقى في خصم منحة كاملة، بدل الفيز اللي هي بتوصل ل$2000 هيبقى خصم كامل عليها لطالب برضو معانا. وفي الاخر احنا معانا دلوقتي سحب، هنعلنه مع سميرة عن الناس اللي جت عندنا في البوس وكتبت وملت الاستمارة الصبح، وهيبقى في سحب وفي مفاجآت كتير خلال الدقيقتين الجايين دول. احنا دلوقتي هنختار استماره من الشباب اللي مالوا معانا الاستمارات، اي اسم هيطلع معانا هيبقى فايز معانا بمنحه كامله لتركيا. اول طالبه فازت معانا بالمنحه اسمها رحمه طارق، منحه علاج طبيعي لتركيا. تمام، هنتواصل مع رحمة على الواتساب.
اوكي. تاني طالب هو علي احمد، فاز معانا بتذكره طيران مجانا لتركيا. فين علي؟ تعالى اتفضل. قدم على ايه؟ تمام الشهاده بتاعتك. ده النهارده كده، ده اتنين صح. بكره ان شاء الله هيبقى فيه ثلاثه برضو، ثلاث استمارات هيفوزوا معانا بالثلاث جوائز الباقيين. احنا بارتيشن 40 لحبيبي يسجل معانا. شكرا ليكم، ولو حد عنده اي اسئله احنا البارتيشن بتاعنا تاني بارتيشن جنب الستيج هنا، مجموعة كيزل دينيز. شكرا جدا ليكم. وفي الاخر صح، في الاخر في كيو ار كود هنسكانه دلوقتي بالموبايل، هيوصلكم على الويب سايت بتاعنا وصفحة الفيسبوك بتاعتنا وأرقامنا كلها، تقدروا تكلمونا في أي وقت وتتواصلوا بينا، هنرد عليكم. كونسلتنت هيتواصل بيكم، هيعرفكم انتوا ايه المجالات اللي انتوا مهتمين بيها، ايه الحاجات المناسبة ليكم، وايه الجامعات اللي تقدروا تقدموا عليها. شكرا جدا.